ضروري نحكي بالحلقة الأولى لسنة 2019 مع صناع الخبر. عقدة الحكومة، الأزمة الاقتصادية، الوضع الإقليمي وتأثيره، سياسة البلد وأحلام الشباب، كلن الليلة على طاولة ضروري نحكي، مع إطلاق مبادرة ملفتة لوزراء ظل البرنامج وفتح نافذة أمل مع ليا بارودي. ضروري نحكي مع صناع ومحللي الخبر، الصحافة جوف غالي، الصحافة علي حميدي، والصحافة غسان جواد، إضافة إلى عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر المحامية مي خريش. ضروري نحكي مع داليا داغر الليلة 9:30 المساء مباشرة على الأو تي في.